مساء الخير، اسمحوا لي أن أتلو عليكم هذا التصريح باسمي وباسم النائبة السيدة هيفاء الأمين. تتصاعد يوما بعد آخر انتفاضة شعبنا العراقي من أجل التغيير الجذري والانتقال ببلدنا إلى وضع جديد يفتح أمامه آفاق التطور والتقدم ويوفر لأبنائه الحياة الكريمة المستقرة الآمنة. وفي مواجهة تردي الأوضاع العامة والأزمة المستفحلة وسوء الخدمات والأوضاع المعيشية وتزايد نسب البطالة والفقر، انتفض شعبنا وشبابه على وجه الخصوص رافضين هذا الواقع وممارسين حقهم الدستوري السلمي. وبدلاً من الاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة، أغرقت الانتفاضة الباسلة بالدم وسقط عشرات الشهداء وآلاف المصابين، وفي سابقة قل نظيرها حيث اعتمد القتل العمد وسيلة للتشبث بالسلطة حتى ولو كان ذلك بثمن بحر من دماء المنتفضين السلميين. وأظهرت الأيام الماضية عجز الحكومة ومجلس النواب عن تلبية مطالب المتظاهرين والاستجابة إلى إرادة الشعب وبدء عملية التغيير، وهو ما يتوجب أن تكون باكورته استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أخرى من كفاءات وطنية ونزهية بعيدة عن المحاصصة ومنظومة الفساد، تهيئ مستلزمات إجراء انتخابات مبكرة بعد تغيير كامل للمنظومة الانتخابية وتشريع قانون انتخابات عادل وتشكيل مفوضية جديدة بعيدا عن المحاصصة، وانسجاما مع موقف حزبنا الشيوعي العراقي المنحاز إلى الجماهير ومطالبها، واستنكارا للقمع الدموي وتأشيرا لعجز الحكومة والبرلمان عن الإقدام على وقف التردي الحاصل، ودعما للحراك الشعبي والجماهير السلمي، نعلن استقالتنا عن عضوية مجلس النواب ووقوفنا إلى جانب الانتفاضة الباسلة، وسنبذل ما نستطيع من جهد انتصارا لقضية شعبنا العادلة ومطالب وتطلعات كادحيه وفقرائه المحرومين من أبنائه من عبر مختلف الوسائل السلمية والديمقراطية، وصولا إلى دولة المواطنة والقانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. رائد فهمي وهيفاء الأمين.